عرفتي واش كيعجبني، عنده امكانيات اللي يقدي، ولكن مع هذا المدرب الجديد ما باقي ما عارفش تيني باقي الله شد المنتخب يلاه حتى كاع المدربين اللي كيبقى عليهم البريسينغ لا جيب هذا دير نادي لا بغينا المنتخب مزيان. هو لاعب كبير كيلعب في اياكس كان خصو ضروري يعيط عليه حيتاش لاعب ضروري خصو ضروري يكون في المنتخب، ولكن المدرب هو اللي كيشوف هو اللي عارف حيت هو دابا 10 شهور هو مع المنتخب ولا كيعرفهم اكثر. بصح غير على المنتخب حيت لاحظوا ان قدرات ديال زياش عنده قدرات كبيره والدور ديالو مهم في المنتخب. لاعب زياش يقدر ياثر على لائحه المنتخب الوطني، فهمتي؟ لاعب زياش كيبقى لاعب كبير وعنده بلاصه في المنتخب الوطني. زياش اللي معروف لاعب كبير في هولندا وفي الفريق ديالو اجاكس، لاعب اللي عطى مستويات كبيره بغينا نعرفوا علاش ما عيطش على زياش ماشي بالمنتخب. الا كان غادي يلعب راه غادي يلعب كامل، ما يمكنش ان غياب لاعب واحد ولا جوج غادي ياثر عليه. واش نتمنوا الفوز للمنتخب هادشي اللي كاين. كيم زياش هو لاعب عارفين وكاع المغاربه كيعرفوا بانه لاعب فهمتي عنده موهبه في رجليه، ولكن بالنسبه بان الفريق ماشي هو المنتخب ما يمكنش ان المغرب كامل غيعول على لاعب واحد. خصنا ولا بد نلقاو بديل ديال هذا حكيم زياش، يعني ماشي حكيم زياش ولا بد غيبقى كاع الماتشات غنلقاو قدر بو ماتش، يعني غير خصنا ولا بد بديل. هذا راه منتخب ماشي هو كفريق، فريق تقدر تعدي باش ما كان، ولكن منتخب راه شي حاجه بزاف. لاعب كيف لا ما يقدش ماشي في نفس النيف، حتى ذاك يلعب في اوروبا وذاك يلعب في المغرب كيفاق به، ولكن تقد تلقى الخير في ود البلاد. في النظريه ديال هذا اللاعب حكيم زياش اللي انت كتقول ديال اجاكس امستردام، يعني من واحد الناحيه ما كاينش شي لاعب كيلعب بوحدو في وسط الكيبو، يعني الا ما كانش لاعب جماعي بدا من المدرب وبدا من اللجنه وبدا من التقنيين ديال الكيبو، ياك؟ اذا ما يمكنش هذا حكيم زياش يلعب بوحدو، ياك؟ وحنا حاليا ما عندناش دابا الملاعبيه بصفه عامه، ماشي كنحكرمها ولا شي حاجه، وانما ما كيلعبوش بروح رياضيه، حيد روح الرياضيه، ما كيلعبوش بغيره على القميص الوطني.